بسم الله الرحمن الرحيم. هو المفترض في العمل التعاوني ان هو طبقا للعرف التعاوني والمبادئ التعاونيه واللي احنا شفناه في العالم وسافرنا بره، وكنا سافرنا مره مع يعني صعدنا برحله مع الاستاذ عبد الحميد وقطعها بعد كده ما رحناش تاني، خدت راحتك وشفنا التعاونيات بره ازاي. للاسف زي ما يكون كان هناك فكر ممنهج لقضاء يعني عشان التعاون ده قطر التنميه، فكان في فكر ممنهج انك انت ما تمشيش التعاون بالفكر اللي هو مفهومه الطبيعي. فعمل حكايه التعاون الحيازي دي. التعاون الحيازي دي من ضمن افشل التعاونيات اللي موجوده في العالم كله، ما فيش تعاونيات حيازيه في العالم كله غير في مصر. التعاون الحيازي انك انت ليك حيازه ارتين، ممكن تبقى عضو، تبقى راجل عضو، لان هو ما دام عضو في الجمعيه بارتين بقى عضو تعاون، سواء عضو مجلس اداره او مش عضو مجلس اداره هو اصبح عضو تعاون. ورغم كده الفلاح اللي هو صاحب الحيازه ما يعرفش دي، ما يعرفش دوره ان هو ان دوره في الجمعيه ان هو عضو تعاونه واصبح له سهم واصبح الجمعيه ملكا له. خدت بالك؟ التعاون بره تعاون تخصص. تعاون تخصص ان انت بتمسك بتاع الفواكه والخضر بقى صانع تغليف وتعبئه والبتاع، بتخدم اعضائها من كل الاصناف، يبقى هنا بتخدم حاجه معينه او منتج معين بتستلمه من الالف للياء، وبتبقى ماسك اعضائك ومعاهم ومعاك دكاتره ومعاك بحوث ومعاك يعني ايه يعني بتبقى ماسك كل حاجه بالابحاث بالعلوم وبتعمل كل حاجه معاها. ده دور التعاونيات اللي احنا اتعلمناه في الكتب وما اتعلمناهوش على ارض الواقع. الجمعيات التعاونية النهاردة لما قامت ثورة 52 قالوا التعاونيات، يعني الناس فهمت ان التعاون بدأ في 52، لكن هو التعاون بدأ في مصر من بداية القرن التسعتاشر، يعني من 1900 بدأنا، وبدليل ان اكبر اول جمعية زراعية اتعملت في مصر كانت اتعملت سنة 1908 واتعملت في الغربية في شبرا نملة. ولكن احنا بنتكلم في نقطة التعاونيات ان احنا، وطالبت اكتر من مرة ان احنا لابد ان التعاونيات تتعمل لها دراسة جديدة ويتعمل لها عشان تأدي الدور اللي هو العرف التعاوني بتاعها والمبادئ التعاونية. الجمعية النهاردة اصبحت دورها شكارة كيماوي، وشكارة كيماوي لو اتحررت، واحنا اتكلمنا هنا في نفس في البرنامج هنا في القناه هنا مع الزملاء بتوعك، اتكلمنا وعملنا دراسه على ان تتحرر، عشان الجمعيه اللي ملهاش دور المفروض تنسحب وتروح جمعيه، تخش جمعيه، لان ما تبقاش عبء، لان الجمعيه ما دام ما بتاديش دورها بتبقى عبء على اعضائها. صح، يعني بتبقى عبء على اعضائها نفسها. احنا مش عشان خاطر احنا موجودين في التعاونيات هندافع عن التعاونيات، لابد ان احنا نقول برضو بعض العيوب اللي موجوده في التعاونيات عشان الناس ما تبقى نبقى صادقين مع الناس حتى اللي احنا بنتكلم معاهم. لابد ان التعاونات تبقى لها دور تاني غير التعاون، الدور اللي موجود. مش انا ابقى بعمل، انا ليا دور المفروض انمي القريه المصريه، انمي الريف المصري، انمي العضو بتاعي، اجيب استورد حاجات من بره زي بتزود في الانتاج واحاول اصدر. لان انت دلوقتي لو بصيت في سنه قبل 52 رغم ان ما كانش عندك الحاجات ديت وكان التصدير بتاعك من المدخلات الزراعيه اكتر من اللي انت بتصوره من بره، فبالتالي كان الجنيه بتاعك اقوى جنيه في العالم كله. مش هتقوى الجنيه المصري بتاعك ويتنافس مع العمله الاجنبيه الا بتصدير المنتجات الزراعيه والمدخلات الزراعيه بحال. يعني حاج مجدي حضرتك بتقول ان 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 الجنيه مش هيقوى الا بالتصدير. بالتصدير مش طيب. ارجع بقى طول ما انت مستهلك هتنزل. طب ارجع للمعالي النائب عبد الحميد الدمرداش، قول لحضرتك ايه اوجه التعاون ما بين المجلس التصدير للحاصلات الزراعيه وجمعيه العامه للاصلاح الزراعي او ما شابه. طبعا. ليه؟ لان هو اللي بيبقى هو نقطه الوصل مع الفلاح في الارض. لا ده انا هقول حته بس، انا ما اعرفش اتعامل معاه لان انا حيازتي مفتته. بالظبط. لا ما انا هقول لحضرتك، انا حيازتي مفتته. ما اعرفش اعمل فيها الزراعه اللي تنفع للتصدير. يعني اصلا واحد زي عنده نص قراط وعنده 30، هو دي سبب السياسه البتاع اللي بوظت الرقع 6 مليون فدان اللي كنا بنزرعهم، باظت بسبب تفتيت الحيازه الزراعيه. يعني نامل في الاراضي اللي بتستصلح يبقى لها قانون ممنوع التفتيت، ممنوع التوريث فيه الارض. لحد ما الاستاذ عبد الحميد خد 100 فدان يبقوا يتمهم العمر كله 100 فدان. اه لا ما يتفسعوش وكل واحد ياخد 5 فدادين وتقطعهم وتفتت الارض، كده مش هتعرف تعمل عليها زراعه للتصدير. انا هعمل نص فدان، انا نص فدان هينفع ازرع فيه فاكهه او ازرع فيه بتنجانه اصدره؟ مش هينفع. بص، وعشان كده حاج يعني انا بقى حاج مجدي الحقيقه هو